السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله وين ما كنتم بتكونوا. أحمد معكم من قناة منوعات تقنية، واليوم بعد ما وصلنا لمليون مشاهدة، طبعا شكر جزيل لكم ولكل إنسان دخل وشارك في القناة وتفرج على الفيديوهات واشترك، إن شاء الله معكم بنوصل لمليون مشترك. بالمناسبة هاي أنا قررت أني أستعرض لكم الأرباح من اليوتيوب. طبعا هو المحتوى موجه للوطن العربي، المحتوى عربي موجه للوطن العربي. خلينا نشوف كم المليون مشاهدة حققت لنا أرباح، خلينا نشوف مع بعض. طبعا الآن أنا دخلت على اللابتوب ودخلت على القناة، هذه طبعا نسبة المشاهدات اللي احنا حصلناها أكثر من مليون 38,000 مشاهدة. أيضا كمان خليني أفرجيكو الفيديوهات قبل ما نخوض في الأرباح. طبعا هذه نسبة المشاهدات لكل فيديو عندنا. طبعا أنا عندي هون فيديوهين، واحد حقق 250,000 وسامسونج جالكسي جي 6 حقق 252,000 مشاهدة. طبعا الآن حاليا رح نروح ندخل على الاستوديو وندخل على الاناليسز ونفرجيكو الأرباح اللي حققها آخر 28 يوم. طبعا القناة حققت 78,000 مشاهدة زي ما انتم شايفين، وعندنا فقط 27 دولار و76 سنت فقط، هذه بآخر 28. طبعا هالأرقام غير مشجعة حقيقة انك تشتغل تعمل يوتيوب وتعمل فيديوهات، او لازم انك تحقق مشاهدات في الملايين. طيب بما انه احنا بنحكي عن الملايين، خلينا نفرجيكو من وقت ما فتحنا القناة. زي ما حكيت لكم بالاول احنا عملنا 1,038,000 مشاهد. طبعا 1,041,000 مشاهدة حققوا لنا 303 دولارات فقط. طبعا هذا بالمقارنة في اي محتوى اجنبي، يعني اي محتوى اليوتيوبر بوجهه للغرب او الدول زي امريكا واوروبا، حقيقة بحقق ارباح اضعاف مضاعفة على كل مليون. يعني بتوصل الافريج للمليون بين 1,500 دولار لل2,000 دولار. الحقيقة يعني شيء غير مشجع ابدا انك تصنع محتوى يوتيوب 303 دولارات. طبعا هذا ما بدفع حقيقة الأشياء اللي اليوتيوبر حقيقة، المعدات بالنسبة للقناة اللي احنا موجودين فيها، هي قناة تقنية، يعني لازم نشتري هواتف ندفع حقها بمبالغ معينة، حقيقة مش قاعد يغطي. يعني هنا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في اليوتيوب الموجه للمحتوى العربي. يعني يا ريت هذه الرسالة انها توصل للمعلنين. يعني حقيقة اليوتيوب بالفترة الأخيرة صار قوي جدا، بحيث يعني انه المشاهدات اللي بتصير على اليوتيوب اقوى من التلفزيون. يعني لحد اللحظة هاي احنا عندنا مشكلة في المعلنين العرب انهم لساتهم بتوجهوا للتلفزيون وبيغفلوا اليوتيوب اللي عليه عدد كبير جدا. انا بحكي هون في الوطن العربي للأسف الجديد، لا شيء مشجع انك انت تنزل فيديوهات. يعني خليني برضو بما انه احنا على الصفحة هاي، انا طبعا تلفون زي الجي 4 كلفني تقريبا يعني بما يقارب مع الشحن والضرائب تقريبا 200 دولار، حقق 250,000 مشاهدة. الرقم كان عالي جدا حقيقة، يعني حتى أنا بنفسي ما توقعت إنه يجيب لنا 250,000 مشاهدة. بس خليني أفرجيكو كم أنا استرجعت من 250,000 مشاهدة، من المبلغ 200 دولار اللي رجعته أنا حققت 66 دولار. يعني أنا حاليا خسران من هذا الفيديو، اللي ممكن أي شخص يدخل على القناة يشوف 250,000، يعني ربع مليون مشاهدة، حقيقة رقم كبير جدا. لكن للأسف الشديد لو نيجي نتطلع على الأرباح الفعلية نلاقيها 66 دولار. هفرجيكم بعض الفيديوهات أيضا اللي حققت مشاهدات عالية بس 252,000 مشاهدة. هذا في المقارنة لو كان نازل لمحتوى موجه للغرب، حقيقة أنت هون بتطلع 3 أو 4 أضعاف سعر التلفون اللي أنت جبته. وآخر شهر 7 دولارات 29 سنت، من أول ما قمنا بتحميل هذا الفيديو حصلنا
67 دولار على 252 ألف مشاهدة زي ما أنتم شايفين. هلا ممكن شخص يسألني يعني أدخل يوتيوب أعمل قناة أبلش أنزل فيديوهات. حقيقة إذا أنت كنت بدك تدخل على اليوتيوب أنا بنصحك نصيحة واحدة مشان تحقيق الدخل. أول إشي لا تدخل في معدات غالية جدا لأنه أنت ما بتعرف كم مشاهدات راح تحصل عليها، وما بدك يكون عندك رأس مال وتضيعه مرة واحدة. خليك في معدات بسيطة جدا، اعمل فيديوهات غير مكلفة ماديا، يعني زي ما حضراتكم تفرجتوا وشفتوا في يعني من قبل قليل انه يعني التلفونات هاي حتى نشتريها بتكلف، يعني بعض التلفونات تكلفوني 300-200، وانا حقيقة ما بستهدف الفلاكشيب حاليا يعني، بس ان شاء الله في نظرة للامام نطور محتوى القناة. بس زي ما حكيت لكم انا لا اعتمد على هذه القناة، انا بعتمد على القناة اللي بوجهها حقيقة للغرب لانه في أرباح أكثر وفي دعم أكبر، وبتمنى وطن العربي من المعلنين إنهم يهتموا شوي حتى في اليوتيوب. اليوتيوب حقيقة بلاتفورم عليه ملايين أو مليارات المشاهدات اللي بتصير يوميا، لكن للأسف الشديد ما في الدعم الكافي، مش قاعدين نحصل دعايات تيجي على المشاهدات. مليون مشاهدة يا جماعة 300 دولار، يعني حقيقة في كثير من اليوتيوبرز يعني بينفقوا أموال طائلة جدا، وأنا متأكد بما أنه محتواهم متوجه للوطن العربي للأسف الشديد ما في أي نوع من المنفعة المادية، إلا إذا طبعا حصلت على ناس معينين أو شركات معينة تعطيك سبونسر تدعم القناة تدفع لك فلوس تعمل دعايات مدفوعة من خلال المعلنين بشكل مباشرة. بس الفيديو اللي احنا بنحكي عنه الأرباح من المشاهدات اللي حققناها من اليوتيوب نفسه. بتمنى انه عجبكم هذا الفيديو، اذا كنتوا حابين تشوفوا فيديوهات اخرى مشابهة لهذا الشكل حطوا لي في الكومنت، اكتبوا لي كومنت، طبعا ادعمونا حطوا لنا لايك وانشروا هذا الفيديو واشتركوا في القناة. ان شاء الله انا بوعدكم انه راح يصير في فيديوهات شيقة أكثر ومحتويات جميلة أكثر على هذه القناة. شكرا جزيلا للمتابعة ونشوفكم مرة قادمة. سلام.